تعتبر المدرسة الشاذبختية التي بناها الظاهر غازي في العام 1193 ميلادية، والتي بنيت في وسط سوق الزرب الأثري الهام، والتي تجاور قلعة حلب من الجهة الغربية. هذه المدرسة هي مدرسة وتربة، مدرسة على قامها طبعا شاذبخت جمال الدين، وهو عتيق الملك نور الدين زنكي، وقدمها لطلاب الإمام أبي حنيفة، إذن على المذهب الحنفي. وهناك تربة أيضا لمعروف ابن جمر، وهو أحد المجاهدين ضد الصليبيين، وقلة معروف معروفة لدى أهل حلب ومتسقة في الذاكرة، وتقع بجانب باب أنطاكيا. هذا الموقع الهام له ميزات معمارية مهمة. أول ما يلفت النظر في المدرسة الشاذبختية هو المحراب الرخامي، وهو أول محراب كسي بالرخام في مدينة حلب، مؤلف من عمودين من الرخام متواجين بتيجان مزخرفة، وتعلوها أيضا إكساءات رخامية على شكل أنصاف دوائر باللون الأصفر والأسود والأبيض، وهي من أجمل المحاريب في مدينة حلب. هذه المدرسة مهمة جدا لما يكتنفها من غنى معماري هام، طبعا يدخل إلى المدرسة بواسطة مدخل تعلوه قبة بمقرنصات أيوبية رائعة، ويفضي أيضا بعد ثلاث درجات إلى ساحة مكشوفة من الجهة الغربية. هناك عدة غرف للتلاميذ، وكان يتقدمها كان يتقدم هذه الغرف مجموعة من الأقواس المدببة هدمت من وقت لاحق. إلى الجهة الشمالية من المدرسة هناك غرفة تضم مقام لمعروف ابن جمر، طبعا المقام عبارة عن غرفة مربعة تعلوه من الأعلى قبة ترتكز على زوايا ركنية رائعة في الجمال. في وسط الباحة المكشوفة السماوية هناك إيوان يتجه باتجاه الجنوب، وقد سقف سقفه بشكل حجري رائع جدا، يعني غمس بطريقة لصق الحجر بشكل رائع. هذه المدرسة مهمة جدا، وهو أيضا جزء من النسيج التاريخي والمعماري لمدينة حلب ولأسواق حلب التاريخية.